السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم اليوم عن تجهيل المرأة والتمن جهل المرأة وتأثيره على المجتمع. ده حصل لي في أربع أحداث وأنا صغير في الحلمية أيضا. أول مرة اللي هو الطلاق للمرأة العاقر أو اللي ما بتخلفش. كان في عندنا في البيت اللي كان ساكنة فيه جدتي الله يرحمها ست يعني محترمة جدا، يعني محترمة أخلاقها عالية جدا الزوجة، وكانت امرأة جميلة جدا وكانت بتحبنا لأنها ما كانتش بتخلف، كانت دايما ترحب بينا وتعزمنا وتجيب لنا شوكولاتة وحلويات إلى آخره، وكانت مكسورة، وكانت هي طبعا ست جميلة جدا جدا حتى في الوجه، وكانت طبعا محبوبة جدا من كل الجيران واللي في البيت. ما كانوش بيخلفوا هي وزوجها. طبعا اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان اهل الزوج اللي هو الام الزوج واخوات الزوج البنات قرروا انها ما بتخلفش، فحبوا يخلوا الست دي يعني يجوزوا اخوهم واحده ثانيه. طبعا ده لجهلهم، ما كانش حد يعرف مين اللي كان سبب عدم الخلفه في نفس الوقت. واللي حصل انهم جوزوا ابنهم اعتقادا ان خالتنا سميحه او طنط سميحه ما بتخلفش، فطبعا تزوج الرجل من امرأة تانية، وهي طبعا طلقت منه وتجوزت طبعا من واحد تاني، لأنها طبعا كانت إنسانة راقية جدا أخلاقها عالية جدا متدينة وجميلة وصغيرة، فتجوزت وفي خلال سنة خلفت. وأصبح نعرف أن أصلا سبب عدم اللي هو الخلفة ما كانش من المرأة لكن كان من الزوج، وده جزء من تجهيل المرأة وأن المجتمع كان بيقول أي شيء بيحصل غلط في البيت كم من المرأة. الأمر الثاني اتعلمته وكان برضك سلبي، حاجة اسمها اللي هو الزار. الزار ده معناه ايه؟ معناه ان في ناس أفاقين بيقولك احنا هنطرد الجن منك لما تيجي عندنا، في شيخ كده بيقولك هنجيب نقعد نذكر ونغني ونرقص وكذا 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 وكذا، وبعدين تذبح كتكوت ولا تذبح معزة ولا تذبح خروف والدم يجي على الست. وكان دايما بيحصل الموضوع ده لما يكون في امرأة ما بتخلفش، فالمرأة بتجمع تجيب اللي هم ابو الغيط ده معاهم يقولوا يقعدوا يرقصوا الليل، او امرأة عايزة تتجوز بناتها، او في زوج عايز ما بيحب زوجته، يعني كل دي خرافات موجودة عندنا. وكانوا بيجيبوا ابو الغيط ده، فكان والدتها الله يرحمها خدتني في بيت خالتها او خلانها او عمامها في حتة اسمها درب شغلان. والاول مرة اشوف حكاية الزار ده بالليل، تكون مجموعة كتيرة جدا من النساء موجودين مع صاحبة البيت او الناس اللي معاملين الزار عندهم عشان يطردوا ايه الجن، وبعدين يقعدوا يتميلوا ويرقصوا يمين وشمال. وانا مش عارف دايما ليه الستات اللي بتيجي مع رجل في وسطهم اسمه ابو الغيط كان بيرقص بالسجات وبالرق وبالطبلة الى اخره، ويقعدوا يلفوا لغايه ما الست ايه تقعد تقع على نفسها، وبعدين يقوموا ذابحين الفرخه او ذابحين المعزه ويرموا الدم عليها. طبعا كل ده كلام فارغ، ولا بيطرد الجن ولا بيطرد الانس ولا بيطرد اي حاجه. دي حاجه من الحاجات السيئه اللي بدات تكون من الثوابت في جزء من الثقافه المصريه والعقيده المصريه، لان هم بيجهلوا المراه على انها تقوم بدورها الحقيقي. الامر الثاني بالنسبه ل حاجة اسمها المندل. يعني ايه المندل؟ تفتح المندل يعني لما تضيع منك حاجة تجيب شخص معين يقعد يتمتم بتمائم واشياء كده لغاية ما ادور لك على الحاجة. في يوم من الايام اضعت اسورة ذهب من جدتي الله يرحمها في شقة اليكنية، وقعدنا كلنا منتظرين الرجل اللي جاي ده هيفتح المندل. امرين منديل كده على الارض وقعد يتمتم بالتمائم وقعد يخش في الاوضه يلف يمين وشمال وطلع الاسورة من تحت الكرسي. طبعا دي كل دي خرافات، لكن دي كلها كانت بتتزعم القيام بها اللي هو النساء، لان النساء كانوا قاعدين في البيت مش متعلمين وللاسف يعني، وكان في نفس الوقت يعني كميه الجهل اللي عندهم كانت عاليه جدا، فلذلك كانوا بيمشوا ورا هؤلاء الجهله من العرافين اللي هم بياخدوا يبتزوا اموالهم من الاخر. في حادثه ثانيه برضك حصلت لنا في حكايه عدم الخلفه والعقم ده، كان واحده اللي حمات اختي الله يرحمها كانت متجوزه زوجها وقعدت 15 سنه ما تخلفش، لكن الفرق بينها وبين طنط سميح اللي كانت عارف الاول وبين زوجها ان الرجل صبر رحمه الله عليه، وبعد 15 سنه من الحياه الكريمه مع بعض خلفت خمس
أولاد ذكور وخلفت بنت. هنا نقف برة مرة تانية ونقول إيه؟ نقول تجهيل المرأة معناها تجهيل المجتمع، وتعليم المرأة معناها تعليم المجتمع. وزي ما كان الشعر بيقولك الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراقي. فأتمنى إن إحنا نهتم بتعليم المرأة وتعليم بناتنا وتعليم أولادنا الثقافة والقيم والعادات والتقاليد والدين زائد العلم الحديث. شكرا لمشاهدتكم الفيديو، وأتمنى أنكم تفعلوا الجرس وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، تشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.